مساءكم واهلا بكم في الاسبوع وما بعد. نلخص البارز من احداث الاسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم سهام وانا نادين، وابرز ما سنتابع في هذه الساعه. عرقجي يرد على بايدن ويعلق: سنحملكم مسؤوليه معرفتكم تفاصيل وموعد الهجوم علينا. أسبوعان على الانتخابات الأمريكية بين ترامب وهاريس، تنافس محتدم وأرقام استطلاعات متقاربة. إذن جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التحذير من أن أي هجوم إسرائيل محتمل سيواجه برد قاسٍ من قبل بلاده، وأضاف أن أي شخص يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل سيتحمل مسؤولية ذلك. جاء هذا الحديث بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي بايدن، والتي أكد فيها أنه يعرف كيف ومتى سترد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني. على كل الحديث عن ذلك انضم لنا في الاستوديو الدكتور إيلي الهندي، وزير العلاقات الدولية، ومسعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار. إذن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال اليوم بأن أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران سيحاسب، في إشارة طبعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أضاف عرقجي عبر منصة إكس: أي أحد يعلم أو يفهم كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة كما قال، فمن المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة. دكتور إيلي، في أي إطار توضع تصريحات عرقجي التي توجه بها للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بعد فترة من الغزل المتبادل بين إيران وأمريكا، شفنا الآن كأنه انتفاضة جديدة بهذا التصريح وبأمور أخرى. أعتقد أنه في عنا شوي كمان لازم نقرأ الاختلاف بين الموقف الرسمي الدبلوماسي الذي يعبر عنه عرقجي وبين مواقف الحرس الثوري وما يحصل على الأرض، وبالتالي دائما تكون الغلبة للحرس الثوري، وبعتقد هون صار في نوع من شد نحو ما يحصل على الأرض ونحو الموقف الأقصى، واضطر عرقجي يروح بهذا الاتجاه. طبعا معناها هو يعني لا معنى له، لا يمكنه أن يحاسب بايدن بطبيعة الحال، ولكن تصريح قوي أكيد. تنشوف الضربة الإسرائيلية إذا كانت ستحصل ومداها شو رح يكون بجميع الأحوال. ولفتني دكتور إلي مسألة الغزل المتبادل بين أمريكا وإيران. على كل حال خلينا نشوف موقف الأمريكي. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن لدي علم بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية قالها أمس والتي تشنها إيران، ولكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل. تصريحات بايدن جاءت خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، حيث أكد أن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، ولكن الأمر سيكون أصعب في غزة. أستاذ مسعود، انطلاقا من ذلك والعلاقة اليوم بين واشنطن وإيران، كيف يمكن تصور حجم هذا الرد بالنظر إلى هذه العلاقة بينهما؟ علينا لا ننسى بأن إيران منذ بداية هذا التصعيد دائما كانت تركز وتؤكد وتشدد على أن لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بما تقوم به لولا الدعم الأمريكي. عندما تتهم إسرائيل إيران لا يمكنها أن تفصل الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت في حديث المرشد، في حديث رئيس الجمهورية، في حديث المسؤولين الإيرانيين دائما وأبدا يؤكدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها تزود إسرائيل بالأسلحة تقف إلى جانب إسرائيل سياسيا، لذا هي المسؤولة في أي عمل تقوم به إسرائيل. لذا هذا الموقف لا أريد أن أفصله عن المواقف السابقة، هو في سياق نفس الخط السياسي المتبع في إيران، وهو نوع من التهديد للولايات المتحدة الأمريكية بأن المشاركة المباشرة والقوية للولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل قد يؤدي إلى رد إيراني على المصالح الأمريكية في المنطقة. هذا فحوى الكلام الذي نسمعه من المسؤولين. لذا هم يرون بأن أي عمل تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يكون بمعزل عن إرادة الولايات المتحدة الأمريكية. على العلم أن المفاوضات مستمرة بين إيران والولايات المتحدة، وكان هناك ضغط كبير جدا من الولايات المتحدة على إسرائيل كي تحدد أي نوع من الضربة وماذا يستهدف وما لا يستهدف. بالتالي كمان يمكن هذا حديث دبلوماسي على جانب المفاوضات،
بمعنى انه الضمانات التي اعطيتوها لايران اين ستذهب في حال حصلت الضربه؟ طيب في تطورات كذلك لافته حصلت اليوم في اول تعليق له بعد استهداف منزلي بمسيره اطلقت من لبنان، جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تاكيده ان لا شيء سيردع إسرائيل. قبل ذلك كان اتهم مسؤول إسرائيلي كبير إيران بمحاولة اغتيال نتنياهو عقب هجوم قيصاريا وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن المسؤول. ما الرسالة من هذا الهجوم مسعود؟ الهجوم الذي على منزل قيصاريا. نتنياهو طبعا نتنياهو بالنسبة لهم إذا استطاعوا أن يوجهوا ضربة لنتنياهو، ونحن نعرف نتنياهو ربما من الصعوبة ما كان الوصول إليه، ولكن الإيرانيين يحاولون الوصول إليه من خلال تجنيد يهود لصالح إيران، وإسرائيل قامت باعتقال البعض منهم، وكان هدف أحدهم الذي سافر إلى إيران مرتين وهو يقيم في تركيا إسرائيلي، اغتيال نتنياهو واغتيال جالانت، هذا كان هدفه الرئيسي، وهي التهمة الموجهة إليه من قبل الموساد، ويتم محاكمته على هذا الأساس. لذا الإيرانيون يريدون الوصول إلى نتنياهو. إذا استطاعوا أن توجيه ضربة من هذا النوع ستكون ضربة نوعية دون أدنى شك. قد يتراجع الإيرانيين عن كافة التهديدات الأخرى، لأنهم بذلك يحققون انتصارا كبيرا ضد إسرائيل في هذه الحالة. دكتور إلي، في شيء حابب تضيفه قبل ما نروح؟ أعتقد هذا أمر يعني دليل مهم على أن حزب الله ما زال قادرا على إطلاق الصواريخ وإطلاق المسيرات والوصول إلى الداخل الإسرائيلي، وهذا يضع العسكر أو الجيش الإسرائيلي خاصة المهاجم في الجنوب أمام مأزق، يعني لا يمكنه التوقف الآن طالما لدى حزب الله هذه القدرات مستمرة. نعم. بنظر الإسرائيلي عليه أن ينهي المهمة، وهو حتى الآن لم ينهيها. وعلى كل حال أمام هذا التوتر والتصعيد اليوم بين إسرائيل وإيران، في توتر جديد من نوعه بين لبنان وإيران. صحيح. هذه المرة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وصف رئيس تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بشأن العمل مع فرنسا لتطبيق القرار 1701 بأنها وصاية مرفوضة. قال في بيان له أنه يستغرب من تصريحات قليباف التي اعتبرها تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، وأضاف أن التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية فقط وفقا لاعتبارات الوطنية السيادية. وطلب ميقاتي من الخارجية اللبنانية استدعاء القائم بالأعمال. طيب أستاذ مسعود، انطلاقا من هذه التصريحات، هل فعلا أخذت تصريحات قليباف خارج سياقها، فهمت خطأ، كيف؟ هذا ما تقوله إيران. هناك مصدر قريب من قليباف قال لوكالات أنباء إيرانية مهمة شبه رسمية، منها وكالة أنباء فارس، بأن تم تحريف حديث قليباف. كما أن البرلمان الإيراني أصدر بيان لاحقا أيضا أكد على هذا الأمر، لأنهم شعروا بأن هذا الحديث قد يؤثر على علاقاتهم بلبنان. مهما أخذنا لبنان في ظروفه الصعبة، مهما نظرنا إلى لبنان في هذا الوضع، ولكن لديه القوة أن يدافع عن سيادته على أقل تقدير على المستوى الدبلوماسي. لذا هذا ليس جميلا حتى باللغة الدبلوماسية أن يتحدث شخص آخر مهما كان قريب من كثير من الأعضاء في الحكومة اللبنانية، ولكن ينعكس سلبا على سمعة لبنان. لذا التراجع الإيراني باعتقادي هو بسبب شعورهم بهذا ربما يكون نوع من التخبط بالحديث، ولكن الإيرانيون دون أدنى شك لديهم دور في الحديث حول لبنان، لهم دور. شكرا أستاذ مسعود على احترامك للدولة اللبنانية التي هي للأسف لا تحترم نفسها. نعم. في عنا مشكلة كبيرة بتعاطي الدولة اللبنانية مع حزب الله، وتحديدا الرئيس ميقاتي. يعني بالنتيجة هو عمل رئيس حكومة ثلاث مرات بدعم مباشر من حزب الله، وخلينا نقول حتى برفض نوعا ما من المجتمع السني أو الحاضنة السنية الموجودة في لبنان. بالتالي هو رئيس لصيق بحزب الله بشكل كبير جدا. المشكلة الآن أنه هذه الحكومة أمام مأزق كبير، ما يحصل في لبنان لا يمكن احتماله،
وهو حاول مع الرئيس بري أن يفتح باب ما للحل. أتاه هذا الصد الإيراني أول مرة بزيارة، ثاني مرة بتصريح، ثالث مرة من عند حزب الله، والآن ضربة أخرى من قبل أعلى رأس الدبلوماسية الإيرانية. أعتقد أن الرئيس ميقاتنيك لديه مشكلة، هو يحاول أن يفتح باب ما ولكن ليس بين يديه أي أمر ما. هذه الحكومة هي تقريبا مسيطر عليها كليا من قبل حزب الله، لا أعتقد أنه سيكون لديه قدر كافي من المناورة. نتأمل ذلك، لأنه لا خلاص للبنان إلا بهذه المناورة، على أمل أن يقرن القول بالفعل ويتقدم بهذا. طيب، حكومة يسيطر عليها حزب الله، هل هناك أمل لحل سياسي في لبنان مسعود؟ الحل السياسي عندما يتراجع حزب الله، عندما يفقد الحزب كثير من إمكانياته العسكرية. طبعا إمكانيات حزب الله العسكرية لم تنتهي بالكامل، حتى نكون واضحين بهذا الخصوص، لا يزال الحزب لديه إمكانيات، لا يزال لديه إمكانيات مالية، لا يزال له دور سياسي مؤثر في داخل لبنان، ولكن الوضع في الوقت الحاضر يختلف قبل الهجوم الذي أدى إلى مقتل زعيم الحزب حسن نصر الله، الذي كان يشكل رمز لهذا الحزب وللحاضنة، حاضنة الحزب. لذا الحزب الآن يعاني من مشكلة حقيقية، وتحاول إيران، بشتى الوسائل وبشتى الطرق إعادة تنظيم الحزب مرة أخرى حتى يقف على رجليه، لأنه في النهاية في محور المقاومة التي تدعمه إيران الحزب يشكل الخط الأمامي. طيب دكتور إلي، ما الذي يعاني من مشكلة حقيقية اليوم في لبنان؟ من الذي يعاني؟ لبنان كله يعاني، الدولة اللبنانية تعاني، الشعب اللبناني يعاني. لا نرى يعني بادرة لأي حل ما. أعتقد أن الخلاص الوحيد يمكن أن يكون بأمرين، أن تقوم القوى المسؤولة، الحكومة والبرلمان بدورهم، البرلمان بانتخاب رئيس للجمهورية والحكومة بإرسال الجيش إلى الجنوب. لدينا مؤتمر في فرنسا الأسبوع القادم لمساعدة الجيش، على أمل أن يكون هذا بادرة لفعلا إرسال الجيش إلى الجنوب والبدء ثم بمفاوضات دبلوماسية فعلية. نرى الدبلوماسية اللبنانية غائبة كليا، هذا مشكل كبير، لا يوجد طرح على الطاولة، لا يوجد عمل دبلوماسي، هم غائبون كليا، يجب أن يبدأوا بالعمل. بالمقابل الأمر الثاني المهم هو القوى السياسية، يجب أن تقوم بموازنة، موازنة الموقف السياسي، وهذا بدأ بتجميع بعضها كمعارضة وبطرح بديل، لا خليني أقول لا يخيف حزب الله وبيئة حزب الله، بل يحضنهم ويدعوهم مرة جديدة يعني القدوم إلى حل الدولة اللبنانية، التي لا يمكن أن يكون هناك حماية لأي لبناني إلا من خلال دولة لبنانية قوية. هذا يجب أن يكون المطلب الأول والأخير. نعم، أنا طبعا نكتفي معكم بهذا المحور وبهذا القدر، ولكن الحلقة ما زالت مستمرة، لدينا المزيد والمزيد، وأنتم دائما بكون معنا على فكرة. فاصل ونكمل الحلقة ومعنا. أهلا بكم من جديد. بين غزة ولبنان مشهد واحد ومتقارب، استمرار للحرب وهروب مستمر للنازحين وأوضاع إنسانية صعبة وتكلفة الدمار عالية جدا. على كل حال نتحدث عن هذه المأساة الإنسانية سواء في غزة أو حتى في لبنان مع زملائنا هنا في الاستوديو عبادة اللدن وعبد الجليل. مسعي، أهلا بكم. طيب، دائما رصدت كاميرا العربية الأوضاع الصعبة التي يشهدها الفلسطينيون داخل مخيمات النزوح في قطاع غزة، نتابع. ما ظلش حاجة نعيشها، يعني احنا عشنا اكثر من عمرنا. يعني ايش اقول لك، الحياة معدمة، اقول لك شغلة معدمة على الخالص. يعني احنا بعد سنة من الحرب الواحد فقد الامل بصراحة، يعني تعبنا، كلمة تعبنا مش كفاية اللي احنا فيه، المعاناة اللي احنا فيها. الحياة غير صحية وفيش امن، والخوف موجود وين ما بتروح في اي مكان. خلص تعبنا والله، صارت عنا حياتنا كلها معاناة، تعب هذا كتير. يعني على كل حال إحنا نريد أن نقول للعالم ولكل المشاهدين بأنه مع تسارع الأحداث وكل الأخبار يبقى صوت الإنسان حاضرا في كل يوم، في كل نشرة وفي كل ساعة على العربية، هاشتاك صوت الإنسان، سواء في فلسطين في غزة تحديدا أو في لبنان.
دائما الوضع الإنساني وأهالي القطاع أولا وكذلك في لبنان. عبد الجليل، أبرز ما رصدته عن الوضع الإنساني سواء في لبنان أو في قطاع غزة. الوضع صعب جدا. في البداية كنا نتحدث عن غزة، غزة كان وضعها صعب من البداية، ثم هناك تهجير، هناك عائلات هجرت 4-5 مرات، يغيرون أماكنهم في كل مرة. الأمم المتحدة سبق وقالت بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة. من الصعب جدا، نتحدث عن شمال غزة الذي دمر تقريبا كليا، لم يبقى فيه ولا مبنى صالح للسكن. في الجنوب ربما الوضع أحسن بعض الشيء، ولكن نحن نتحدث عن 70% من المباني التي دمرت. الوضع صعب جدا، قدوم فصل الشتاء صعب المأمورية، هناك شتاء، هناك نفاذ الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأطفال وأيضا لقاحات. الوضع صعب جدا، يعني من ربما عادة أنه الخيام غير مواتية، غير مواتية لا للصيف ولا للشتاء. الخيام هي عبارة عن قطع قماش، السكان يتصرفون ويبنون خيام بما يمكن. هناك تضامن صحيح بين العائلات، ربما هذا اللي خفف بعض الشيء، ولكن لم نشاهد منذ سنوات، ربما منذ عقود هجرة وضع إنساني صعب. لأنه المشكل في غزة أنه الهجرة في حلقة مغلقة، يعني الهجرة نحو الشمال ثم الجنوب في كيلومترات صغيرة، يعني صعب. يعني هذه هي المشكلة، أنه مشكلة النازحين خصوصا في غزة بأنهم يدورون في دائرة تحت النار. يعني إلى أي مكان سيهربون؟ هم تحت القصف، تحت النيران، ولا أقارب لديهم ليلجؤون إليهم، لأنه أقاربهم يلقون نفس المصير. فهنا مشكلة. عبادة، لا مكان آمن في غزة. وفي لبنان مشكلة مختلفة نوعا ما، هي أكبر أزمة نزوح في تاريخ لبنان من دون أدنى. مليون و300 ألف الداخل فقط. نعم، 1,200,000 ومليون و300 ألف. والمشكلة أنه مراكز الإيواء، يعني كل ما تستوعبه حتى الآن 200,000، فعم نتحدث عن 1,000,000 هم في بيوت، في إما مستأجرون وإما في عند أقاربهم أو أصدقائهم. فالأزمة كبيرة جدا جدا، يعني مع أنه الجغرافيا اللبنانية أوسع من غزة، مع أنه الموارد ربما قد تكون متاحة أكثر، المساعدات إمكانية وصولها أكبر خصوصا من دول عربية، يعني تأتي المساعدات تصل، ومن بعض المنظمات الدولية وإن بشكل محدود، ولكن مع كل ذلك هناك قنبلة موقوتة من هذه الأزمة، يعني مرشحة للتحول إلى أزمة سياسية كبيرة في حال طال أمد الحرب، أو في حال لم تجد معالجة فورية فور وقف إطلاق النار. بالحديث عبادة عن القنبلة الموقوتة، إضافة إلى المنازل والبيوت ومراكز الإيواء، هناك نازحين في الطرقات اليوم في بيروت، لبنانيون يروون معاناة النزوح والتشرد في الطرقات. نتابع. الوضع مهتري، يعني منهار على الآخر، وشو بدي أقول لك، يعني أكثر من هيك، يعني دمار وما دمار وكذا، شو بدي أحكي لا أحكي، يعني منهار لبنان على الآخر. الوضع أنا شو عم ننام بالطرقات، أنا نايم بالفون، والحمد لله إسرائيل شردت العالم عندها هون، وضع بالمرة، مصاري ما في، العالم بدها تأكل وتشرب، يعطيك العافية، ما في شيء الحمد لله. عبادة، إذا ما ربطنا السياسة بالوضع الأمني، كتير في تحذيرات هاي الفترة خصوصا من فوضى في لبنان بفعل عمليات النزوح هذه، لماذا لو تشرح لنا؟ يعني لا شك أنه في محاولات كبيرة من الأطراف السياسية خصوصا من رئيس مجلس النواب لإبقاء الأمر، يعني نوع من التجانس في خصوصا في البيئات المستضيفة مع البيئات التي يخرج منها النزوح، ويعني هناك جهود كبيرة على هذا في هذا الصعيد، ولكن المشكلة كبيرة جدا، ولأنه حجم التدفق في النزوح كبير جدا، تولد بعض الحساسية. طبعا ما زالت حتى الآن تحت السيطرة، ولكن السؤال في حال يعني طال أمد الحرب طويلا، لبنان له تاريخ طويل مع حركات نزوح تحدث أوضاعا ديموغرافية جديدة، تنتج أوضاعا سياسية جديدة، هذا ما يتخوفون منه. فهذا الأمر فعلا يثير، على وخصوصا أنه في ملكيات خاصة الآن كأمر واقع، ناس في الشوارع، ماذا تفعل؟ فتلجأ إلى ملكيات خاصة، هذا يحدث حساسيات. طبعا القوى الأمنية تحاول معالجة الأمر، ولكن حتى هذا الأمر أكبر من طاقة الدولة، لأنه الدولة نفسها لم تكن مجهزة لأزمة بهذه الضخامة.
كان هناك تحذيرات من تحول سيناريو غزة في لبنان. الأمم المتحدة كشفت أن ما يقارب 100% من البنايات في شمال قطاع غزة دمرت، بينما تضررت 70% من البنايات في جنوب القطاع. كنت تحدث عن ذلك عبد الجليل، حجم الدمار الكبير. ماذا عن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع؟ هناك وضع صعب، المنظمات الدولية تعاني من صعوبة في العمل داخل القطاع، هي أيضا تعاني من الخوف، هي تخاف القيام بعملها. هناك حتى من الاستهداف صعوبة. من الاستهداف، تعرفين بأنه أنا داخل قطاع غزة شخصيا لا أسميه نزوح أو لجوء، لأن النزوح أو اللجوء هو الذهاب إلى مكان آمن، أنا أسميه هروب مستمر. هروب هو الهروب إلى مكان نعتقد أنه آمن، ثم في نهاية المطاف شاهدنا مناطق كان من المفترض أن تكون آمنة أو ما يسمى بالمربعات الآمنة، لكن الأمر ما زال صعب. أما بخصوص لبنان، أنا أكيد عبادة يعرف الوضع اللبناني أحسن، ولكن أعتقد بأن تأثير هذا الهروب أو النزوح على الداخل اللبناني ربما قد يستغرق بعض الوضع، لأنه الآن الناس عندها أدرينالين مرتفع، الناس الآن تبحث عن الحياة، تبحث عن النجاة، بتشوف جثث، بتشوف بيوت مدمرة. من الصعب جدا الحديث عن السياسة وتأثير السياسة، لكن بعد على المدى الطويل أو المدى المتوسط أكيد راح تأثر مباشرة، خاصة على أجيال كبيرة. تعرف بأن المدارس تحولت إلى أماكن إيواء، هناك جيل كامل لم يتوجه للدراسة، تعطل يعني. تأخذ سنوات ربما. المسألة الخطيرة أنه التهجير تحول إلى سلاح حرب، هذه مسألة أساسية. هناك يعني 100,000 كانوا مهاجرين في شمال إسرائيل قبل بداية العمليات الكبيرة أو بداية الحرب، يعني على نطاق واسع. في المقابل إسرائيل واضح أنها تسير بخطة تهجير ممنهجة، ليصبح التهجير مقابل التهجير، يعني يطلب من سكان القرى الخروج ليس فقط إلى خارج مثلا 5 كيلومتر أو 7 كيلومتر، الخروج إلى ما بعد الأولي. ونطاق النزوح تسع كثيرا، يعني الضاحية الجنوبية لم تكن كلها في نطاق التهجير في 2006، في حرب 2006، الآن كلها في نطاق التهجير. البقاع لم يكن في هذا النطاق أيضا، فالمدى الجغرافي ضخم جدا، ومطلوب من كل هؤلاء أن يذهبوا إلى بيئات أخرى. باتت هذه البيئات قلقة لأن إسرائيل تستهدف بعض الفاعلين في حزب الله في أماكن النزوح، فهذا يحدث بعض القلق ويحدث توتر، وشبان من بعض القرى يقومون بتدقيق بهوية. يعني لاحظنا مثلا تجريف للقرى الحدودية في المناطق الشمالية بلبنان وتجريف للمنطقة الشمالية من غزة، فبالتالي كأنه عملية التهجير هذه بسبب أنه تدمير هذه المناطق لأخذ المزيد قدم الأرض، قدم الأرض يعني خلق واقع ديموغرافي جديد بالتأكيد. وأيضا طالما أنت خبير يعني في الشأن الاقتصادي عبادة، اليوم بخصوص تكلفة إعادة الإعمار، يعني كثيرا يتحدثون عن مسألة إعادة الإعمار، الدمار الكبير بالتأكيد، يعني نتحدث أنه تقريبا 70% من البنايات دمرت. فالبنك الدولي يقول بأن تكلفة إعادة قطاع غزة إلى ما كان عليه مثلا قد تصل إلى 20 مليار دولار، بينما في لبنان قد تصل إلى 25 مليار دولار حسب مجلة فوربس بعد الدمار الكبير الذي لحق بالجنوب وضاحية بيروت الجنوبية أساسا. ماذا نقول بلغة الأرقام عبادة؟ يعني المشكلة أنه نحن تجربة 2006 تدفقت المساعدات بشكل سريع جدا، وبلحظ يعني بشكل آني ولحظي سمح بعودة النازحين. الآن هذا الأمر غير مضمون، هذا من ناحية. الآن هناك مساعدات عربية كبيرة كمرحلة أولى لدعم صمود الناس في مراكز الإيواء في أماكن وجودهم، المساعدات غذائية طبية، نعم، المساعدات التي تأتي من الإمارات، صحيح، من السعودية، من قطر، من مصر، من دول عربية بشكل أساسي. لكن العبء الأكبر هو ما سنستفيق عليه بعد الحرب، إعادة الإعمار. هنا لأن حجم الدمار أتصور أنه أكبر من 2006، ويحتاج إلى وضع سياسي يعني يسمح بإعادة الإعمار، هذه مسألة أخرى. يعني إعمار سياسي ومن ثم إعمار يحتاج إلى وضع مستقر بناء. لأنه حتى الناس نفسيا الآن سئل الناس نفسيا أنه عملية إعمار ثم دمار ثم إعمار ثم دمار، هذه مسألة متعبة نفسيا. فيحتاج أولا إلى ترتيب وضع سياسي، تهيئة الظروف لتسمح بالاستثمارات، تسمح بأنه الناس تجد الثقة لتعود إلى قراها وتبني ما دمر.
الجليل عندك ملاحظة. في غزة الحصيلة ربما هي شبه نهائية، لأننا نتحدث عن 99% من المباني دمرت في الشمال، 70% في الجنوب، يعني لن ترتفع النسبة أكثر، لم يبقى الكثير ليدمر. ربما ممكن ترتفع الحصيلة البشرية ممكن، لكن الحصيلة المادية هي سويت بالأرض حاليا. ربما ستتوقف الحصيلة عند 25 مليار دولار في غزة، وهذا مبلغ كبير جدا بالنسبة للمنطقة، فيها كثافة سكانية كبيرة. كيف ستبنى غزة في غياب مطار دولي، في غياب ميناء؟ الأمر معقد بعض الشيء، لكن خاصة في ظل سيطرة إسرائيل وإصرارها على البقاء في محور فيلادلفي. في لبنان الوضع كان في 2006 أحسن بعض الشيء، لأنه لبنان وضعه الاقتصادي كان أحسن، كان هناك ميناء يعمل بالشكل طبيعي، مطار دولي في، ولو أن البلد فيه مطار دولي واحد. لكن الآن حتى سوريا بعد انتهاء الحرب طبعا، بعد نهاية الحرب مثلا سوريا البلد المجاور الذي ممكن أن يلعب دور يعني جسر بري لتجنب هذا المطار. يعني هذا حدث في 2006 في ظل القرار الدولي 1701 سمح بأنه تفتح الحدود، يفتح المطار، تتدفق المساعدات الإغاثية، تأتي يعني تبدأ عملية الإعمار بسرعة. هل هذا الأمر، وكانت هناك حكومة يعني موجودة وفاعلة الآن، لا رئيس جمهورية، كل النواحي الوضع ظروف سياسية مهيئة في وقتها. غزة يقال أنه تحتاج 15 عاما لإعادة الإعمار، يعني وهذا وقت طويل، على كل حال انتهى الوقت. شكرا لكم، ولكن ستبقوا معنا. عبد الجليل عبادة، فاصل ونواصل مشاهدينا. أهلا بكم من جديد. 17 يوما على اليوم الحاسم لمعرفة اسم الرئيس الأمريكي المقبل بين ترامب وهاريس، يحتد التنافس وتتقارب أرقام الاستطلاعات في انتخابات تشهد منافسة هي الأشد في تاريخ الولايات المتحدة. وعلى كل حال عن أجواء الانتخابات الأمريكية نتحدث الليلة مع نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية من واشنطن، وأيضا ضيف البرنامج الدائم بشار جرار السياسي والمختص في الشأن الأمريكي. وأرحب مجددا عبادة وعبد الجليل سهام. أهلا بك. طيب خلينا نادية نبلش معك. الكل والجميع بانتظار، الزملاء تفاجأوا، العالم تفاجأ، ضربة الموسم يا نادية، ضربة معلمة يعني فعلا. نادية الحقيقة يعني كثير من الأسئلة، وكلنا بانتظار المقابلة يوم غد، ولكن حابين نسألك إنه هل كان ترامب كما عهدناه ولا فاجئك؟ هذا بالكواليس قبل ما نحكي على مضمون المقابلة. لا، هو في الواقع دائما هناك شخصيتين لكل رئيس، يعني كل الرؤساء الذين تحدثت معهم سواء كان رئيس بوش أو الرئيس أوباما أو حتى الرئيس ترامب، يعني وراء الكواليس هو شخصية مختلفة. يعني أولا بدينا المقابلة على فكرة واتفقنا أنها تكون بالرالي بميشيغان، بس كان الصوت كتير عالي وكنا عاملينها in the backstage زي ما بسموها، فلأنه الصوت كان عالي ولأنه الرئيس بفهم بالتلفزيون، فهو قال أنه مش ممكن نستمر هيك لأنه الصوت مش مفهوم. فقلت له أكيد، لأنه كل العالم العربي بينتظر يسمع لهذه المقابلة، والواقع أول مقابلة بيعطيها الرئيس لمحطة عربية أو إعلام دولي ولا يتحدث معهم. وكما تعرفين يعني الجدول الانتخابي كتير مكتظ بمهرجانات انتخابية، فما عنده الوقت أنه حتى يتحدث مع الإعلام العربي. فبعد هيك قال لي، وعدني أنه قال لي هلأ ما فينا نعملها لأنه الصوت كتير عالي، فوعدني أنه نعملها بعد نهاية الرالي اللي هو كانت الساعة تقريبا 9 المساء. تصور يعني فرغم أنه كان تحدث أكثر لساعتين وكان تعبان في الواقع، إلا أنه وفى بوعده وبالفعل أعطانا المقابلة واستمع إلى كل الأسئلة تقريبا، وكان يعني متفهم نوعا ما لعمل الصحفي. لكن بالنهاية هو يعني كمان الصحفي بده يكون مهني مع أي رئيس بغض النظر، يعني وهذه المسألة الأساسية اللي أنا دائما بقولها للصحفيين، إنه أهم شيء بالنسبة لنا إنه نطلع خبر بس، وإنه نحافظ على قالب المهنية في كل سؤال من وجهه لأي مسؤول سواء كان رئيس أو أي شخص عادي. طيب ووقتها يعني مهم وحساس يا نادي، نتحدث عن 17 يوم فقط عن موعد الانتخابات. على كل دعينا نستمع إلى مقطع من المقابلة التي أجريتيها مع ترامب. نادية، I think it's fine right now. It's when I was president, it was great, with capital letters, G-R-E-A-T, great, and so much respect for the king, so much respect for Mohammed, who's doing so great. I mean, he's really a visionary. He's done things that nobody else would have even thought about. He's really doing something. He's a great guy, and he's respected all over the world.
طبعا في هذا المقطع تحدث فيه عن العلاقات السعودية الأمريكية وأنها كانت رائعة في فترة رئاسته. صح. بالحديث عن الانتخابات الأمريكية، فقط أسبوعين عن الانتخابات، في آخر إصدار لنتائج استطلاعات الرأي عدته قناة ABC بالتعاون مع معهد 538، جاءت هاريس في مقدمة الاستطلاع كما يظهر بعد حصولها على 48.5 نقطة، متقدمة بأكثر من نقطتين على منافسها دونالد ترامب. نادين، الدكتور بشار، استطلاعات متقاربة، منافسة شرسة قبل أسبوعين من الموعد المنتظر للانتخابات الأمريكية، كيف يمكن تفسير ذلك؟ وسيدة، بداية مبروك لهذه المقابلة التي أعتقد أنه سيكون فيها الكثير. أستطيع أن أعلم ذلك من خلال الإكسكلوسيفز اللي عملتهم يعني نادية مع رؤساء أمريكيين سابقين. الفارق الآن أن هذه الاستطلاعات التي تشغل بال الجميع، أعتقد أن اللقاءات السابقة أظهرت أن لا قيمة لها من ناحية الحقيقية، لأن في نهاية المطاف، كلما اقتربنا من اليوم الموعود 5 نوفمبر ستتضح الرؤية أكثر، خاصة عندما تقاس بأولئك الذين يوصفون بالناخب السري لترامب، بمعنى الذين لا يقولون علانية بأنهم مع ترامب. الآن الولايات المتأرجحة والأنباء الآتية بالذات من بنسلفانيا، هذا العدد الكبير، أكثر تقريبا 90% من الشرفس دعموا بشكل مباشر رئيس ترامب، يذكرنا بأن هذه الانتخابات أولا وآخرا هي أمن. الكل يقول اقتصاد، لكنها عملية هي الأمن، أمن الولايات المتحدة الأمريكية، ضبط الحدود هي العامل الرافع لهذه الاستطلاعات. رأينا كيف انتهى شهر العسل لكامالا هاريس، ورأينا كيف الأمور عادت وتنتج ذاتها عبر زخم. صحيح. أعتقد أن الأيام المقبلة ستتسارع هذه الوتيرة، ربما في المقابلة سنجد بعض الأخبار التي تحدثت عنها نادية، ولكن أستطيع التقاط خبر أساسي في هذا الموضوع، أن الأسبوع وما بعد ثلاثة محاور، المحوران الأول والثاني في صميم الحملة الانتخابية الأمريكية، لأنك تتحدثي عن السلام من القوة، تتحدثي عن مشكلة اللجوء، عن المهاجرين، عن الأمن، عن الاقتصاد، عن إدارة الأزمات. هنا يكون الاختيار ترامب. تمام. لماذا؟ لأن مرة أخرى هناك واقعية في الطرح، هذا الذي يميزه عن كامالا هاريس. طيب أستاذ بشار، حدث عن الاقتصاد، بس خلينا رح نرجع لعبادة وعبد الجليل. بس في شغلة، لأنه نادية كانت متجولة في كل أسبوع بولايات متأرجحة، وطالما عم نحكي على الولايات المتأرجحة، استطلاعات الرأي قد تحمل دلالة رمزية. صحيح. وإذا ما قرناها بأهمية الولايات المتأرجحة الحاسمة حتى الآن، نادية يعني وبشار لو تتابعوا معنا، يعني هاريس تتقدم في ويسكونسن، بنسلفانيا، وميشيغان، ونيفادا، ولكن التقدم لا يتجاوز 1%. نادية، بحكم خبرتك اليوم بتجولك بين الولايات وطلاعك بين الناس، يعني شو اللي لفتك في الموضوع؟ أول شيء أنا بتفق مع الأستاذ بشار بأنه بالفعل استطلاعات الرأي مش ضرورة تكون دقيقة، وفي شريحة كبيرة من الناخبين يصوتوا لترامب لكنهم لا يعترفوا، ومن هنا أعتقد بأنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الرأي. أولا أعطيك مثلا في ولاية ميشيغان، إذا سألتيني قبل شهر ممكن أقول بأن الرياح ربما تهب في صالح هاريس، لكن بالأمس أنا اليوم في الواقع أتيت من ميشيغان وكنت فيها قبل أسبوع، هناك تغيير، والتغيير بالفعل أيضا بسبب الصوت العربي الأمريكي والمسلم الغاضب بشكل كبير على سياسات الرئيس بايدن وهاريس في غزة وفي لبنان الآن. وأيضا هناك نقطة مهمة جدا، أولا على فكرة بالنسبة للاقتصاد يمكن أختلف شوي مع أستاذ بشار، لأنه بالفعل الاقتصاد هي أهم نقطة أنا سمعتها بكل الولايات، والصوت العربي يقول بأنه يحب شعار أمريكا أولا، لأنه هذا ينعكس على المواطن العربي الأمريكي الذي قال بأنه حاله الاقتصادي كان أفضل في عهد ترامب في السنوات السابقة بالمقارنة مع بايدن. لكن أيضا القضايا الأساسية الأخرى هي القيم المحافظة، هم يعتبرون بأن الحزب الديمقراطي بات متطرفا، وبالتالي لا يريدون أن يؤيدوه، لأن المفاهيم المحافظة الاجتماعية العربية
أقرب إلى الجمهوريين منها إلى الديمقراطيين. إذن هناك العديد من القضايا، الاقتصاد أكيد أهمها، الحرب في غزة، ممكن أن يخسر ترامب ميشيغان، وحتى في جورجيا. أنا انصدمت في جورجيا، عدد كبير من المسلمين والعرب وعددهم 100,000 على فكرة، يمكن أيضا أن يؤثروا سلبا، ومش بالضرورة يصوتوا لترامب، ممكن ألا يصوتوا، وبالتالي هذا يذهب إلى صالح ترامب. طيب عبادة، بالحديث عن الاقتصاد شفنا كيف أستاذ بشار ونادية ركزوا على الاقتصاد، كيف أثر الاقتصاد على توجه الناخبين الأمريكيين؟ أو المسألة الأساسية في الاقتصاد هو شعور المواطن الأمريكي بأحواله المعيشية في عهد ترامب وفي عهد بايدن. هذه هي المقارنة الأساسية. لكن يعني سجل بايدن ليس سيئا في المجال الاقتصادي بشكل كبير، وإنما المشكلة الأساسية لدى هاريس أنها لم تقدم برنامجا اقتصاديا واضحا يمكن القياس عليه، لم تقدم مقولة جديدة في الاقتصاد، بالحد الأقصى تحاول أن تقول أنها لن تكون تكرارا لبايدن، لكن لم تقدم برنامج اقتصادي محدد. لا أحد يعرف ما ستكون فعلا، يعني تقول أنه مبادئها لم تتغير، لكن طيب إذا المبادئ لم تتغير ما هو البرنامج؟ هذه مسألة. مسألة أخرى فيما يتعلق بالولايات المتأرجحة، ميشيغان موطن لصناعة السيارات، العديد من الولايات المتأرجحة هي موطن لصناعات أساسية، برنامج ترامب يلعب لمصلحة فرص العمل فيها، فهذا قد يكون عامل لصالح ترامب، يعني هي ولايات اقتصادية بامتياز. والنقطة الثالثة التي أريد أن أشير إليها، طبعا مقابلة نادية مع ترامب تشير إلى أنه ترامب يعطي اهتماما للمنطقة، منطقة الشرق الأوسط صحيح. بشكل كبير، ويعطي اهتماما أيضا للناخب العربي خصوصا في ميشيغان، لأنه غالبيتها عرب، يعني الغالبية العربية فيه، هناك محاولة لاستمالة الأصوات العربية، وأمر ملفت جدا أنه الاستراتيجية التواصلية التي اعتمدها في الأسابيع الأخيرة تجاه الناخب العربي يمكن أن نفصل فيها، ولكن فعلا ملفتة جدا. دائما الحديث ممتع ولكن الوقت ضيق. قبل أن أذهب إلى عبد الجليل، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس أثارت خلال زيارتها لولاية ميشيغان المتأرجحة، أثارت سؤالا شكك بلياقة قدرة منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب على تولي منصب رئاسة. نستمع لما قالته. ترد لي تقارير تفيد بأن فريق دونالد ترامب يشكو من أنه مرهق، ويبدو أن هذه هي ذريعته لتجنب المقابلات، حتى أنه رفض إجراء مناظرة أخرى. وكما تعلمون فإن منصب رئيس الولايات المتحدة من أصعب الوظائف في العالم، لذا يطرح السؤال نفسه، إذا كان ترامب منهكا من حملته الانتخابية فهل هو قادر على تولي منصب الرئيس؟ وبرأيي هذا سؤال مفتوح يتطلب الإجابة عليه. ورد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على هذه الاتهامات لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس بأنه غير لائق صحيا بالقول إنه بأحسن حال وفي غاية البهجة. نستمع لما قال. Tell me when you've seen me take even a little bit of a risk. Not only am I not, I'm not even tired. I'm really exhilarated. You know why? We're killing her in the polls because the American people don't want her. She didn't pass her bar exam. She's not a smart person. She's not a person that should represent our country. يعني سلاح العمر وصحة انقلب على ترامب اليوم. نعم، بطبيعة الحال كنا نشاهد بايدن وهو يعاني في هذه النقطة أمام ترامب، لكن الآن هاريس تحاول اللعب على نقطة نعم هو لديه يتجاوز ربما 78 عام وهو كبير، يعني حتى إذا كان بصحة جيدة، لكن في نهاية المطاف قد يعاني من بعض الكوليسترول الزائد أو بعض من الروماتيزم، لكن هذا لا يؤثر على عليه كمرشح. لكن في نهاية المطاف بالعودة إلى استطلاعات الرأي، مثل ما تحدثنا، استطلاعات الرأي الآن هي من الناحية الانتخابية لا تعطي دلالة كبيرة، علما بأنه الفارق أقل من 1%، أحيانا أقل من 1% في كل ولايات، ولايات الشمال الصناعية التي يهمها الاقتصاد أولا. نشاهد أيضا في الولايات الجنوبية نيفادا وأريزونا هي تعاني كثيرا من الهجرة، وربما موضوع الهجرة هو أكبر شيء يهم، لذلك نشاهد تقدم لدونالد ترامب بنقطتين. لكن بما أن هامش الخطأ من الناحية التقنية، هامش الخطأ في هذه الاستطلاعات يمكن حسابه بنقطة ونص إلى نقطتين، إذن هذا التقدم هو تم محوه بهامش الخطأ، إذن ليست هناك دلالة. الدلالة الوحيدة هو أنه الولايات الشمالية نشاهد تقدم، أين الاقتصاد مهم، نشاهد تقدم طفيف جدا لكامالا هاريس، لكن يبدو أن المرشحين بدأ يتحركان عكس
التحرك التقليدي الولايات المتأرجحة وغيرها، الآن يحاولون التقدم لاستهداف فئات معينة. نشاهد بأن كامالا هاريس ربما في الساعات المقبلة ستقوم بأول حوار خارج منطقتها، حوار مع فوكس نيوز لأول مرة، ثم نشاهد ترامب يقيم حوار، يجري حوارا مع متدخلين أو حضور كلهن نساء لأول مرة. تعرفين بأن عند النساء، عند النسوة عادة هاريس تتفوق ب13 نقطة، وعند الرجال ترامب يتفوق ب10 نقاط. يبدو أن الاستهداف في الأيام المقبلة سيكون لفئات معينة عكس الولايات المتأرجحة. ونادين تحدثت عن 4 ولايات متأرجحة تقدمت فيها هاريس، في المقابل ترامب تقدم في 3 ولايات متأرجحة، نورث كارولينا، جورجيا، وأريزونا. نادية، سبب تقدم ترامب في هذه الولايات تحديدا؟ كما يعني مرة أخرى أضيف إلى ما قاله الزملاء بأنه هذه الاستطلاعات هي ضمن هامش الخطأ. صحيح. لكن إذا أنا اعتمدت عمن تحدثت معهم، أكيد هم شريحة صغيرة لا يمثلون كل الولاية، لكن على الأقل بيعطيك ربما نافذة لكيف يشعر المواطن الأمريكي. وبالتالي مرة أخرى قد يختلفون مع ترامب على فكرة على الكثير من الأشياء، لكن بالنهاية يرون بأنه أفضل اقتصاديا لإدارة البلاد وبالنسبة لأمن الحدود، وحتى بالنسبة لإنهاء الحرب في غزة، حتى لو لم يكن لديه خطة واضحة. هم يعتبرون كامالا هاريس امتداد لإدارة الرئيس بايدن، لن تتغير إلا بأشياء بسيطة جدا، ربما بالتصريحات بأنها متعاطفة أكثر مع المدنيين، لا تريد أن يقتلوا، لكن بالنهاية كيف هذا سيغير الأمور على الأرض؟ لا يوجد هناك تغيير حقيقي. لكن يعتبرون ترامب ديسربتر، بأنه يريد أن يغير كل الأشياء، ويمكن أن تكون الأفضل، يمكن أن تكون الأسوأ، لكن هو الشخص الذي يمكن أن يحدث تغييرا، ومن هنا التركيز سواء كان بالسياسة الخارجية أو بالسياسة الداخلية هو على ترامب. وأعتقد بأنه ميشيغان سيفوز بها، لأنه بالتأثير الأمريكيين العرب، لا أريد أن أتنبأ كثيرا، لكن وربما حتى في جورجيا. وبس تعليق بشكل سريع، لا مقارنة بين صحة ترامب وصحة بايدن، لأنه بايدن كان يعني نراه يوميا في البيت الأبيض بأنه بالفعل البعض يرى بأنه لديه مشاكل إدراكية، لكن ترامب بالتحديد لديه قدرة وطاقة. يعني أنا بالأمس كنت معه من البداية منذ أن هبط من الطائرة وحتى أجرينا المقابلة وانتهينا الساعة 10 مساء، يعني لا أحد يستطيع أن يواكب هذه الأنرجي الموجودة عنده، وشخص بعمره 78 سنة. يعني فبالتالي في يعني العمر مجرد رقم، ولكن أستاذ بشار عادلة بالنسبة له. العمر مجرد رقم أستاذ بشار، اليوم بانطلاقا أنا هيك بقول دائما أكيد. وهي وهاريس تقول أنت يا ترامب من الماضي وأنا من الحاضر والمستقبل، كيف ترى هذه المقولة يا أستاذ بشار؟ المهم يا أختي الفيجن، يعني بالمقابل تحدث عن ولي العهد محمد بن كان MBS محمد بن سلمان كان يؤكد على موضوع الفيجن، إنه فيجنري القيادة، وتكون هذه القيادة صاحبة رؤية. ترامب مزبوط. وجد الناس أن لديه رؤية، لديه إرث، لديه 4 سنوات لم تحدث فيه ولا حرب واحدة، ضرب الإرهاب بقوة، البغدادي وسليماني، لما كانت 7 أكتوبر، وأعتقد هذه أجاب فيها على سؤال لنادية حسب ما تابعنا بالبروموشنز، الكل منتظر هذه المقابلة. وقضية هامة جدا أنه عندما يكون فيجنري في كل شيء، يعني لست هنا بإطار الدعاية، ولكن مثلا كانت موضوع التبس موجودة، لم تخطر ببال أحد، هو الذي قال سألغي الضريبة على التبس، لما يقول بدي ألغيها على الأوفر تايم، على الإكرامية، بدي ألغيها على السوشيال سيكوريتي. طب هذه قضايا العرب الأمريكيين، ما هاريس لغت الضريبة على الماريوانا، خففتها على من يتعاطوها. هذه قضية، أشكرك وأعطيني فرصة للإجابة هذا الموضوع، لأنه يهم كل أسرة وكل وطن. ماريوانا هي بداية التقاط سنارة مروجي المخدرات، بمعنى عندما تتعامل كامالا هاريس، وهي يعني هي والحزب الديمقراطي خاصة اليسار المتطرف كثيرا ما روجوا باسم أن هناك مرضى سرطان وبحاجة إلى مسكنات، مسكنات لا تعني ماريوانا. والماريوانا معروف أيضا كنوع من التوعية، اسمحوا لي في هذا البرنامج، هناك ماريوانا ليست الحشيش الذي كان قديما يروج له بالسينمات، الآن ملوث صناعيا، الفنتانيل يقتل 100,000 روح كل سنة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك صحيح. عندما نقول فيجنري، ترامب لديه رؤية أقنع فيها المسؤولين عن أمن الحدود،
أقرع فيه الآباء والأمهات للأسف. أقرع فيها المعلمين. انتهى وقتنا تماما، دائما الوقت يداركنا للأسف. شكرا جزيلا أستاذ بشار، نادية، أشكر عبادة وعبد الجليل، شكرا جزيلا لكم، في أمان الله مشاهدينا، إلى اللقاء.